مين عاصم؟ لك مين انت لك مين عاصم؟ بتعرف منيح مين انا، بس رح ذكرك. انا اللي اخته ماتت بسببك، وانخطفت خطيبته بسببك. وفر على حالك، رصاصة بصدرك تنهي حياتك. واللي مين عاصم؟ انت بدك تنهي حياتي؟ روق روق. عاصم انجا واحد بعرفه، كان يطلب مني تأمين بنات. هو بيشتغل مع بنات، بيشتغل مع جماعة بيهمهم بنات ما عندهم سجلات بالدولة ولا عندهم حدا يسأل عنهم، وخيال ما عنده هوية، فحليت بعينه. حليت بعينه لصالح مين بيشتغل عاصم؟ والله ما بعرف. ما بيعرف. صالح مين بيشتغل عاصم؟ أنا كل اللي بعرفه أنه بيضلوا بكباريه ليال. وين هذا الكباريه؟ وين هذا الكباريه؟ والله ما بعرف، والله ما بعرف. أنا كل شي بعرفه قلت لك إيه، بس والله ما كنت أعرف أنه حيخطفوا بنات ولا حيقتلوا أختك. أنا بس حكيت عن خيال. ليش خبرتوا عن خيال؟ حبيت بس هي ما عبرتني. كيف بدي زلها؟ بدي ترجع لي. جيب مسدس. يلا خليك بشوي، خليك معهم، ما بتتركوا ابدا. يا ابو محرز كيفك؟ اهلا يا هود. خير؟ شو صاير معك؟ انت منيح؟ ايه طيب، ابعت لي لوكيشن انا ببعت الشباب يجيبوك لعندي. يلا يلا ناطرك، مع السلامة. امشي. مرحبا يا شباب. يا هلا بياقوت. اهلا حبيب القلب. يا هلا بالاصيل ابن الاصول. ابو محرز كيفك حبيب القلب؟ حبيب القلب الحمد لله، مشتاق لك. خلي لي اياه. الهيئة عندك حكي كثير مهم، خلينا نحكي جوا. تعرف يلا تفضل. هذا عاصم طلع بيشتغل مع عصابة كبيرة كتير، مو بس بيشتغل بكبري اسمه الليالي. أبو محرز بديك تساعدني وتقف معي. كبري الليالي؟ هيدا لأبو الدهب. مين أبو الدهب؟ ما حبيت تعلق غير معه. حكي لي عنه، مين هذا أبو الدهب؟ إذا خبرتك بكون أنا عم بحفر قبرك بإيدي. منك قدو يا قوت. خيي بدك تساعد.